لو الدنيا مسرح وحياتك مسرحية، تبقى الرواية اسمها ايه؟ حدوتة. حدوتة؟ حدوتة مالها؟ حدوتة ايه؟ حدوتة يعني بصي، أنا حياتي كلها عبارة عن ضحك وهزار، محبش الاكتئاب أبدا، محبش الضغوطات. يعني أنا حياتي كلها حتى لما بيبقى في حاجة زي دي، في ضغوطات ولا حاجة، أنا بعرف أطلع نفسي براها خالص. حدوتة كوميدية؟ أه ممكن. انت قلت انك بتحب تلعب تحت ضغط. أكيد. أه في يعني في ماتشات أنا بحب ألعب فيها تحت ضغط، بس أنا من نوع إن أنا يعني طول ما أنا بلعب تحت ضغط بعرف ألعب، بعرف يعني ببقى متمسك في نفسي أكتر في الملعب، عارف أنا بعمل إيه، قراراتي بعملها إزاي قبل الماتش وفي الماتش. أكيد. مين ضغطه أقوى، الجمهور ولا المدرب؟ جمهور منافس ولا جمهور اللي معانا، يعني جمهور أي النادي الأهلي؟ جمهور؟ لا أكيد ضغط الجماهير أقوى، تأثيره عليك أقوى، ولا ضغط المدرب بتاعك تأثيره لا عليك خالص، أقوى؟ مسافة ما بنزل الملعب خلاص أنا ما بركز في شغلي، بركز في تمريني، في ماتشاتي، ماليش دعوة بأي حاجة تانية، سواء ضغوطات أو أي حاجة، كل ده بعرف يعني بعرف أطلع بره المواضيع دي. ما بتخافش من الجمهور؟ لا خالص ما بخافش من الجمهور. أخاف من الجمهور ليه؟ جمهور الكورة عادة بيطلع اللاعب سابع سما وفي ثانية بينزله سابع أرض. اكيد. اه وبالذات هنا في مصر يعني الموضوع ده واخد اكبر من حجمه. ما بيقلقكش؟ لا خالص، انا واثق في نفسي واثق في امكانياتي وعارف ان انا يعني انا بعرف بطلع نفسي بره المواضيع دي. بنزل الملعب ببقى مركز بس في شغلي، مركز ان انا ابقى مع زمايلي في الملعب، اكسب فرقتي زي ما هم بيساعدوني انا بقدر اساعدهم، لكن اي ضغوطات تانية بحبش. ولو حياتك مسرحية، أحلى فصل فيها أنهي فصل؟ أحلى فصل فيها لا هو في حاجات كتير أكيد. انتقال للنادي الأهلي. انتقالك للنادي الأهلي أحلى طبعا فصل. أكيد. وإيه أوحش فصل؟ إيه أصعب فصل؟ الفصل اللي تحب تنساه، تتمنى تنساه؟ لما كنت احترفت في 6 شهور ممكن مثل الدنيا عنده ممكن الدنيا ما كانتش ماشيه معايا بشكل كويس. في ظروف طبعا انا مريت بيها ما فيش حد يعرفها قوي الا الناس القريبه مني. طبعا رجلي انا راجع مصاب، اتصبت هناك، الدنيا ما كانتش ماشيه معايا كويس هناك. ايه اللي كان صعب هناك؟ ما قدرتش اتاقلم معاهم، يعني زي ما مثلا لما انتقلت للنادي الاهلي عرفت اتاقلم معاهم، دخلت وسط الفرقه، لكن هناك كانت بسبب مثلا في حاجات كده، اللغه طبعا دي كانت فارقه معايا قوي في البدايات. لما ما جه المدرب اتغير وكده، كنت انا في المنتخب، رجعت هي الدنيا اتغيرت تماما هناك، فانا ما كنتش عارف لايه حصل لي. بقى في حاجات حصلت لي كتير. 6 شهور كانت كافية إن أنت تاخد قرار وتقول إني مش قادر؟ لأ مش قادر. أنا يعني أنا كنت ممكن أكمل في الاحتراف، وأنا لما كنت في ميتلاند طبعا يعني أنا كان نفسي أعمل حاجة أكتر من كده. أنا أول ماتش ليا أنا قدام سبورتنج لشبونة أنا جبت جون، ورجعت في الدوري جبت جون، فهي مشتش معايا بس بعد كده، بس الحمد لله ده نصيب. اشترك في باقات واتشت الشهرية ب 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية ب 149 جنيه و99 قرش.